السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من اشطاري مع العطاري. كما كيقولوا جدودنا، اللي حشم على اللي ضرو الشيطان غرو، ولا حياء في الدين. هادشي علاش اليوم غنتكلموا على واش المغاربه عندهم وكيقراو وكيتعلموا ثقافه جنسيه. مشيتي بعيد يا معلم. وانت تعرف الثقافه الجنسيه؟ الجنسيه ما عرفتهاش، والله ما عرفت الثقافه. عندنا شي ثقافه جنسيه حتى مع الازواج ديالنا. مثلا ملي كتبغي تهضر مع المراه ديالك في الجنس، كتلقاها عندها ايمونتاليتي تخوي وما كتقبلش منك هاد الكلام على الجنس. وكتوم بان الدين ديالنا راه كيحتنا باش نهضروا، حيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك وداعبوهن قبل الجماع. مغاربه ما عندهمش ثقافه جنسيه وما كيقراوهاش، دونك انا راه دست في القرايه، ما عمرنا ما شفنا هادشي. قراونا ديجا التوالد الجنسي ولكن ناقص بزاف، ما كاينش بحال 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 لوغوب. هدي انا ندخلوا الصالون نشوفوا على الله. بصحه نسليك بخير. كدير مع الصحه؟ الله يكبر. كتعرف الثقافه الجنسيه؟ تعرف الثقافه الجنسيه يا ذكر وذاك الله يذكر وذكر انت يذكر بالعلالي. الثقافه الجنسيه هي العلاقه ما بين الرجل والمراه. الرجل اللي بغى المراه راه غادي يمشي لها، والمراه اللي بغات الرجل راه غتمشي لي. كيضحك هذاك وهذه هي الهضره. شنو اش نقول لك؟ ما كان لها صاحبني وصاحبك. ناري على السؤال درتي هذا الصباح صاحبي، السؤال محرج. على الصباح الثقافه الجنسيه قليله في المغرب، حيت شحال من واحد طلق بسبب الثقافه الجنسيه، شحال من مشكل وقع بالثقافه الجنسيه، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. تبان لك المعلم ديالك استاذي هذيك الهضره اللي قالوا هو اللي كاين. حيت انسان خصو يقرا على الثقافه الجنسيه هي الاولى، وهاد باش عارف من حقه. اخو انا قبيح في هذا الشيء هذا، ما عندنا نقول لك حيت كل واحد له الراي ديالو. حكا دابا وبكري وحنا ما عندناش ثقافه جنسيه وكذا، وبكري فاش الناس عايشين، الناس وبكري ووالدنا وجدودنا. انا هضر معك شي حاجه صعيبه شويه. انت قبيح؟ شويه. وراه ضروري راه كل شيء عنده ثقافه جنسيه، اش ما كايناش؟ العالم كامل عنده ثقافه جنسيه. لا المغاربه. المغاربه. حتى المغاربه مالهم؟ فين كيقراو هذا الشيء؟ ما تيقراوش هذاك الشيء، غير فاهمينها. عارفينها وصافي. علاش اللي ما عنديش ثقافه جنسيه؟ اما اللي ماشي مغربي انا. مغربي. مغربي. العام سيدي العام. لا انا با. انا با ثقافه جنسيه، وحنا شعب ماشي ديال الثقافه الجنسيه. علاش؟ كم سا باسكو الاخرين باش وصلوا الثقافه الجنسيه دازهم واحد ليدوكاسيون شحال هادي، حنا باقي متاخرين. وصلت لفوق ال 50 عام كتبقى انسانه عجوز، وعاد كتبقى تصبغ الشعر وكدير الموتور كيغوت وهذا بزاف الحوايج، كيظهر لك بانك حتى حاجه ما درتيها، ولكن الواقع بان الانسان ولا دوز حياته كل مرحله راه ما غيدير والو. يعني خصنا كل حاجه. والمغاربه عندهم ثقافه ولا والو؟ لا ما كاينش ثقافه وليدي، ما كاينش. فاش يكون عندنا ديال الحشومه خصنا نخرجوا من الطابو هذا، الطابو ما خصوش يبقى. الا بغينا نوصلوا واحد النيفو باش ما نبقاوش في هذه المشاكل ديال مع ولادنا، وما بقاش نشوفوا هذه المشاكل اللي كنشوفوها ديال الاغتصابات اون فيو دي في بحالكم، ما خصوش نبقاو نشوفوا هذا الشيء هذا. انت انسان بالفطره ديالك عندك داك الشيء، ماشي انت اللي كتصنعها، داك الشيء عندك. خرج شنو عندك، ولكن خرج بوعي بعقلانه. ما تخليش الهوى يلعب عليك، ما تخليش الهوى يلعب عليك، ما تخليش الهوى يلعب عليك. الانا والانا الاعلى خاصو يكون.